إذن اليوم رح نبني رح أبني first order system رح أركب على هذا first order system رح أركب K controller proportional controller. إذن خليني أخذ أول شيء transfer function هي transfer function وترانسفر فانكشن هاي ايش رايكم قديش بتحط تي التايم كونستنت تبعها معامل اس هو التايم كونستنت ها 2 سكند بس البول ايش رح يكون؟ واحد على تي مظبوط؟ يعني اذا حطيت هلا هذا الرقم مثلا خلينا نقول حطيته 2 معناها التايم كونستنت كم سكند؟ 2 سكند بس البول نص راديان بير سكند لانه رح يصير عندي ايش الفارق تبع اس اللي بيسوي هذا هو زيرو اس بيساوي ناقص نص مش هيك؟ هاي عندي ترانسفير فانكشن لفيرست اوردر سيستم راح اخذ الان بدي هلا سورس فبدي ستيب فانكشن احنا مركزين على ستيب فانكشن هي مش الفانكشن الوحيده بس اشهر انواع الانبوتس اللي بيصير عندي على السيستم هو ستيب فانكشن راح اخليها يونيتي ستيب فانكشن الفاينل فاليو تبعها البدايه 0 والفاينل 1 والستيب تايم بتصير على 1 فراح هذا ادخله هون على السيستم او لا لازم انا احط كلوز لوب فيدباك فخليني اخذ هون subtractor I need to sum راح احط السم هون هذا المكان اللي راح اطرحه اطلع الايرور ولازم احنا نحط كي مضبوط بينهم خليني اجيب كمان كي هي كي هذه هي الكنترولر تبعتنا شكلها بسيط هي عباره عن مثلث بس هي فعلا كنترولر لانه راح اغير انا الجيم كي مش هيك راح اسمي هاي انا عشان نفسي هاي بروبورشنال كنترول وهذه هون راح اتاكد كمان انها بلانت او سيستم اندر كنترول انا برتب هاي شوي هون اوكي ماشي واضح اذا هاي البلانت متذكرين قلنا هاي البلانت يمكن انه غيرنا من نفس البروجيكتور في هذا عندي البلانت هذا السيستم اندر كنترول هاي البروبورشنال كنترول اللي احنا صممناها اللي رح نحط عليها هون اللي بدنا نغير فيها فاليو تبعها كي وهذه هون بطرح عشان اطلع الايرور شو لازم اظبط هون؟ لازم تكون ماينس عشان تكون نيجاتيف فيدباك فراح اغير هاي بحيث انها تصير هون هاي صار عندي هون بالعكس إذا هي عندي الـ sum point 1 الـ output هلا بدي أراقب على الـ output أشوف كيف شكله سكوب هون هذا السكوب نشوفه وبدي أقارن الـ input مع الـ output فبدي أدخلهم على نفس السكوب فراح أستخدم multiplexer هي multiplexer عشان أقدر أشوف سيجنالين على السكوب على نفس الـ channel إذا هي هيك عندي هون الـ output وهي الـ input اللي أنا بقارن فيه هلا شو ضل ايش ناقص من لازم اعمل اشوف الفيدباك فلازم اخذ من هون هلا اذا بدكم تتذكر انه هذا الفيدباك اظن بامكانك تسميه هيو فيدباك تحط بين هون اي اي سنسر حتى تذكر نفسك انه هذا مش يعني بس سلك هو فيدباك عمالي باخذ من الفيريبل اللي بدي اقيسه إذا هيك احنا جاهزين هلا قديش رح يكون ستيدي ستيت ايرور هون تتذكروا؟ ايش قلنا الفورمولا تبعت ستيدي ستيت ايرور؟ واحد على واحد واحد على واحد قديش يعني هون رح يكون نص 50% ايرور رح يكون لانه عندي كي واحد خلينا نتاكد منها نشوف انه هذا صحيح هذا السيستم مقبول؟ لا سيئ طبعا حتى احسن من هذا السيستم والله احسن الرايز تايم تبعه يعني احسن التايم كونستنت بظبط الستيدي ستيت ايرور راح ازيد كي، خلينا نزيد كي مثلا ل 10، قديش راح يصير الايرور الان 10؟ 1 على 1 زائد 10 1 على 11 يعني تقريبا 9% يمكن يصير هلا بس عم نعمل بروبورشن لانه كنترول ما عملنا شيء ثاني هذا السيستم احسن مضبوط؟ هي ضاغطين الاوفست بس هذا راح يضل للابد لو اضل هون هلا 200 ثانيه راح يضل في عندي هذا الاوفست اللي هو ستيدي ستيت ايرور الطريقة الوحيدة حتى اتخلص منه شو اعمل؟ انتجريشن
هلا هو فعليا زي ما قلت لكم احنا ما بنعمل في الواقع ما فيش شيء اسمه اي كنترولر ما في اي كنترولر هو بي اي بس انا راح احط اي هون بس حتى افرجيكم الفكره هو فعليا راح نشبك احنا بي او اي كنترولرز فراح اغير هلا هذا بدي اغير الانتجريتر معين راح ارجع هاي النقطه خلينا نجيب هون انتجريتر كونتينيوس اصير فيها الانتجريتر هاي انتجريتر والانتجريتر اصلا ما بقدر اطلبها بكيف فبدي اضطر احطها ان سيريز مع الاي شوي ونحط هون بين الاثنين، هذا صار عبارة عن اي كنترولر مع له جين، الجين الخاص فيه، هذا هو عبارة عن كي على اس. نزل خلي هذه 10 عشان اشوف كيف بيختفي ستيدي ستيت لو عندنا نطلع من الراديو الان. عمل لي طبعا مشكلة بالسيستم. واضح ليش ما استخدمش اي لحاله هو ستيدي ستيت ايرور راح يزيد كثير يعني شوفوا هلا لو احنا رحنا هلا لفتره طويله جدا نقول ما انا بفتش بالستيدي ستيت ايرور مش هيك اعمل 100 سكند حيكون في اوفر شوت عادي هلا شفتوا الاوفر شوت لكن بعد فتره شو عمل؟ وصل الستيدي ستيت ايرور اذا هذا واضح حتى بدون ما انا اخطط هاي طلعت هيك واضح انه ايش الاحسن اني اعمل؟ بي اخفف قيمة الاي قوة الاي وايش احط معها؟ بي اخلي البي معها خلينا نشوف لو طلعنا هون هي واضح انه ستيدي ستيت ايرور هي عملت زوم عليها رح تلاقي تقريبا اختفى ستيدي ستيت ايرور شو الثمن اللي دفعته؟ اوفر شوت ثمن باشو شو يعني اوفر شوت هاي لانه شو صار تحول السيستم انا حطيت هون على فكره جديد حطيت بول جديد فرفعت الاوردر تبع السيستم شو صار السيستم؟ تو بول لاحظين الفكره هون شو صار؟ احنا الكنترولر اللي ضفناها هون متذكرين كان السيستم الاول اللي مات ولما عملت عليه كي وين راح هذا الكود؟ راح لما نسيت لما ضفت انا اي كنترولر شو صار السيستم؟ انا حولت السيستم الفيرست اوردر شو صار؟ السيستم هون اجى مني الكنترولر تبعي وهون من وين اجى؟ السيستم متذكرين شو بصير فيهم لما تزيد كي؟ مضبوط؟ اذا الاحسن اني ما استخدم هيك لاني هلا هون اني اعمل خليط من بي واي شوفوا هلا الكنترولر الفخم راح نعمله راح نخلي هذا التيرم من هون ارفع لهون بدي ارفع لهون خلي نكبر هاي المنطقة وبدنا نضيف هلا بروبورشنال كنترولر في بارلل معاه بس راح اعمل السيستم تبع اوجات السيستم تبع اوجات شو بيعمل؟ بحط كي برا وبعدين بحط تو برانشز واحد يونيتي وواحد خلينا اخذ هلا هذا راح اعمله بدي كمان صمم بوينت كمان راح اخذ هاي هذه عبارة بس عشان اجمع الاي والبي لما يطلعوا عندي فراح اغير هلا هذول الاثنين الى بلس وبلس بدي واحد منهم يكون فوق مضبوط ايش لازم اعمل حتى كنترول بشيل هاي القطعه حتى كنترول لا بديش اعملها روتيشن بس بدي اطلع اللي تحت فوق خلينا نشوف شو بصير لما بعمل هيك هلا هاي صارت هيك طيب ماشي هاي كويس ماشي هلا راح اخذ هاي البي هاي راح تصير البي راح احرك هاي بحيث انها تصير معامل كي وعلى اس وراح اضبط هذا القيمه عشان ما يكونش عندي انتجرال كثير راح نسويها واحد على اس بس هاي راح تكون بروبورشنال كنترولر الخارجية الكي الخارجية اللي هي كي هاي البروبورشنال كنترولر اللي هي كي او خلينا نسميها هذه الجين كي هذه هي البارامتر تبع اللي هو راح نسميه هون بالحاله هاي واحد على تي اي اخذ هذه هون وبعدين راح ناخذ نقطه من هون بعدين راح ناخذ هيك صار عندي هلا
كنترولر. هي صار عندي هلا دي اي كنترولر، هذا الاي، هذا يونيتي، وهذا الكيري جلوبال اللي بغيره على طريقه مفاتيح. قطع الجيم كان مش مشبوك. في صح. عشان حالنا هذا هو السنسر. هاي هذا السنسر هيك بضل بس بدي اشوف اقارن الانبوت بالاوتبوت فراح اخذ من هون. هاي هيك جاهز. متشوقين نشوفوا النتيجه؟ مين متشوق؟ طيب خلينا نشوف اللي طلع عندي 10 هيك المفروض هذا يعطيني جود ريسبونس الا اذا غلطنا بشيء. ما عملنا خمسه. خلينا نرجع هذه ال 10. عمل ران خلاص؟ ممتاز ريسبونس ممتاز. في شوية اوفر شوت مقبول الاوفر شوت، بعدين قديش قيمة الاوفر شوت؟ اقل من 5%. فخم ريسبونس فخم جدا. خلصت من ستيدي ستيت ايرور، عندي رايز تايم ممتاز، اوفر شوت محدود ممتاز، ريسبونس ممتاز. بس طبعا ايش 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 المشكلة بها او ايش اللي احنا يعني ما اخذناه بعين الاعتبار كان مضبوط؟ الواقع، في الواقع السيستمز مش ببساطة هذا السيستم، لو كل السيستمز ببساطة هذا السيستم كان بيكون عالم سهل جدا. السيستم الواقع بيكون معقد بيكون فورث او فيفث اوردر، ولذلك هون بتصير الصعوبات في اني اعالج الاشياء المختلفه اللي موجوده. واضحه هاي النقطه؟ هاي بتبين بشكل واضح ما راح تفهم بي اي كنترولر زي ما بتفهمه لما تعمل هذا المثال.